بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش في محيط قرية يانيابان، تم تحريرها بشكل كامل من رجل تنظيم داعش من قبل لواء الحمزي فرقة السلطان مراد، لواء صقور الجبل الفرقة 99، لواء أحرار سوريا بتاريخ 11/3/2016. والله أكبر والعزة لله. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. الله أكبر. بدبابات ولا بطيارة حربية وهي كلها قصر. يوم 11/3/2016 خرج الشعب الحالي بمظاهرة تطالب بإسقاط النظام وتؤكد على سلميتها. ذهب التحرير وبقي القليل لإسقاط النظام. وخرجنا أيضا ونطالب الجميع بإيقاف القصف الروسي والتدخل الروسي والإيراني والشيعي. وكنا مية بالجمع، طب البرميل صرنا سبع. يصف عمره للطيار، يصف عمره للطيار، ما نيمنا طول الجمع. طبعا هاي المظاهرة هي توجيه رسالة للمجتمع الدولي بشكل عام اللي عم يحول ثورتنا لعصابات مسلحة. نحن ثورتنا ثورة سلمية وسلمية بامتياز، فنوجه رسالة للمجتمع الدولي بشكل عام رغم كل هالقصف وكل هذا لا زالت ثورتنا سلمية وسلمية بامتياز، ولن نتخلى عن هدفنا اللي هو إسقاط النظام بكامل أركانه. الشعب السوري السائر، الشعب السوري يوجه رسالة قوية لكل العالم وللنظام المجرم، لأنه ما زال مصر على ثورته، ما زال مصر على نيل حريته وكرامته مهما تكالب العالم عليه، ويتعدى كل قوى الإجرام في العالم ليثبت للناس كل سلميته. رحيم ليش نصل؟ جبت قائد مقاتل يرصد الآن استهداف الطيران الحربي على مدينة كابوس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليش نصل؟ الله أكبر. رصد الآن قصف الطيران الحربي على مدينة كابوس. الآن سقوط طائرة حربية نوع ميج في ريف حماة الشمالي في محيط مدينة أمحردي في ريف حماة الشمالي. نزل. الله أكبر. قصف على مدينة كفرنبودة. بس ما نصر.
اشوف محلاها هيك هيك يا عمي. الله اكبر. صاروخ بالسي صاروخ غدار شو انا؟ والله شو بعرف، اول مره بشوف هيك. خلينا نروح الله اكبر. We'll be right back.